بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في عدة حلقات سابقة قد تناولنا صحف الدعاوى. كل دعوة كنا بنتناول تحرير الصحيفة في حينها، ونؤكد في كل دعوة على ضرورة الإتقان والتقنية وفي صياغة الطلبات الختامية للدعوة. ليه؟ لأن زي ما قلنا لا تقضي المحكمة إلا بما يطلبه الخصوم. لو ما كانش طلباتك الختامية صح، هيبقى برضو الدعوة بتاعتك مش ماشية صح. طيب النهاردة بإذن الله هنتناول الاستئناف إزاي يتعمل، وإزاي أسباب الاستئناف اللي هتبني عليها الطعن بتاعك، الطعن في الحكم اللي صدر محكمة أول درجة بالاستئناف. أول حاجة هات صورة ضوئية من الحكم أو رسمية، المهم يبقى معاك صورة من الحكم للاطلاع على الأسباب اللي بنت عليها محكمة أول درجة حكمها. ليه؟ لأن استئنافك هيكون في موضوعه على دحض هذه الأسباب والرد عليها. وقد يصدر الحكم، حكم أول درجة، بإحدى ثلاث صيغ: يا إما حكم بعدم قبول شكلا، يا إما حكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن، يا إما حكم موضوعي يقضي بطلباتك ويرفض بعضها أو يرفضها كلها. طيب الحكم الشكلي طبعا أنت هتشوف إيه الخطأ اللي في الدعوة، في رفع الدعوة، في الأسباب اللي القانون اشترطها لرفع الدعوة اللي هي الشروط الشكلية، ايه الشكل او ايه الركن او العنصر اللي سقط منك في إقامة الدعوة، والافضل انك تعيد رفعها من جديد، ما تخشش في مرحلة الاستئناف الا اذا كنت واثق من تعديل هذا الركن في الاستئناف لتصحيح شكل دعواك لتكون مقبولة امام المحكمة الاستئنافية. اذا لم يكن لديك ثقة بتعديل هذه الصفة امام المحكمة الاستئنافية، ارفع الدعوة من جديد افضل. ليه؟ لان عدم القبول الدعوة شكلا لا يمنعك من اقامة الدعوة من جديد. ليه؟ لان المحكمة لا تفصل في الموضوع. الحاجة التانية، اعتبار الدعوة كأن لم تكن. قد تكلفك المحكمة بأحد الطلبات زي ما قلنا في الوقف، قد تكلفك الدعوة بأحد الطلبات والمحكمة بأحد الطلبات المطلوبة في الدعوة، وتحدد لك أجل لتنفيذ هذا الطلب، ويأتي الأجل ولم تنفذ الطلب والمحكمة توقف الدعوة جزائيا، وبعد تعجيل الدعوة من الوقف الجزائي لم تنفذ الطلب أيضا. ارجعوا بقى للي قلناه في موضوع الوقف، لما تشوفوه ارجعوا ان برضو نفذتش طلب المحكمة برغم انك عجلت الدعوة من الوقف الجزائي. في الحالة دي المحكمة بتحجز الدعوة للحكم وتصدر حكمها باعتبار الدعوة كأن لم تكن. ده حكم اول درجة. في الحالة دي برضو بيجيب الحكم، تكتب صحيفة الاستئناف بعد التأكد من تنفيذ قرار المحكمة اللي الدعوة اللي وقفت محكمة أول درجة الدعوة جزائيا عشانها، واللي بسببها صدر الحكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن. تتأكد من إنك جهزت الطلب اللي المحكمة قالت عليه محكمة أول درجة ولم تنفذه. ليه؟ عشان استئنافك يكون مقبول والمحكمة الاستئنافية تلغي حكم أول درجة وتبدأ في السير في موضوع دعواك من جديد. ده في اعتبار الدعوة كأن لم تكن. الحالة الثالثة اللي هي الحالة بقى الموضوعية الجدية، إن المحكمة رفضت الدعوة كليا، الدعوة مقبولة شكلا ولكن موضوعا مرفوضة، رفضت الدعوة موضوعا، أو أنت رفعت الدعوة مقبولة شكلا وحكمت المحكمة بجزء من طلباتك ورفضت الجزء الآخر من الطلبات. انت بقى جبت صورة الحكم زي ما قلت سواء ضوئية او رسمية، جبت صورة من الحكم وقريت اسباب المحكمة للرد عليها. هتشوف ايه الاسباب اللي هي من وجهة نظرك اثرت على حقك في دعواك، وتبتدي تكتب الاسباب اللي ترد على الاسباب اللي استندت اليها المحكمة.
يبقى عندك الحالات اللي احنا ذكرناها كلها يجوز لك فيها انك تستأنف. طبعا المعروف ان القضاء المستعجل استئنافك 15 يوم، القضاء العادي او الموضوعي استئنافك 40 يوم، دي المواعيد القانونية، ورجعوها في قانون المرافعات لانها مهمة، لان دي مواعيد سقوط لو الاستئناف ما تمش خلالها يبقى ساقط حقك فيه ومالكش حق في الاستئناف. تمام. الاستئناف هيكون ازاي بقى؟ زي ما قلت من ناحية الشكلية انت بتعرف ايه الركن من اركان الدعوة اللي سقط منك في رفع الدعوة، وبتستأنف الحكم التصحيح امام المحكمة الاستئنافية لتكون دعواك مقبولة شكلا، وتبدأ المحكمة الاستئنافية في السير في موضوع الدعوة للفصل فيها وفي طلباتك. ونفس الكلام بالنسبة لاعتبار الدعوة كأن لم تكن، بتستأنفها وتشوف ايه القرار اللي انت منفذتوش وكان سبب في وقف الدعوة جزاء، وكان سبب ايضا في الحكم باعتبار الدعوة انك كأن لم تكن، وبتنفذ طلبات المحكمة وعشان تروح للاستئناف جاهز عشان يبقى الاستئناف مقبول شكلا وفي الموضوع، بتبدأ المحكمة الاستئنافية في السير في موضوع الدعوة. وتبدأ تتكلم في ايه بقى المحكمة، او على فكرة في الحالة بتاعت اعتبار الدعوة كلام تكن ممكن المحكمة الاستئنافية تلغي الحكم، يعني تقبل الدعوة شكلا وتلغي الحكم موضوعا وتعيد الدعوة الى محكمة اول درجة للفصل فيها تاني، ومن حقها لو لقيت الدعوة جاهزة موضوعا انها تتصدى لها وتحكم فيها حسب عقيدتها ورؤيتها لموضوع الدعوة. الحالة المهمة بقى في موضوع الاستئناف النهاردة اللي هي اهم حالة، ان الدعوة مقبولة شكلا واترفضت موضوعا، او مقبولة شكلا وقبلت المحكمة جزء من طلباتك والجزء الاخر رفضته. بعد ما تقرأ الحكم قراءة جيدة بتستخرج الاسباب اللي استندت اليها المحكمة في حكمها، وتبدأ تحطها زي سؤال وجواب قدامك، طب السبب ده أرد عليه بإيه والسبب ده أرد عليه بإيه، وتبتدي تفند أسباب المحكمة وتكتب أسباب من عندك قوية لدحض هذه الأسباب. وبشير لأن لابد أنك يكون رافق باستئنافك، ترفق باستئنافك اي مستند جديد يعدل من وصف وقيد دعواك او يدعم من طلباتك الموضوعية امام محكمة الاستئناف في هذه الحالة. اذا ظهر مستند جديد او عندك مستند ما تقدمش في محكمة اول درجة، اي شيء يغير وجه الرأي في الدعوة قدمه قدام المحكمة الاستئنافية عشان بإذن الله تبقى واثق وضامن ان دعواك مقبولة ويتلغي حكم اول درجة وتبدأ تحكم المحكمة الاستئنافية لصالحك. في كثير من القضايا اللي هي بتاع المطالبات المالية زي قضايا الريع وغيره من المطالبات المالية، قد تقضي المحكمة لك بجزء من طلباتك وترفض الجزء الآخر من الطلبات، أو تقضي بجزء وتهمل الآخر حتى لا تلتفت إليه. في هذه الحالة بتستأنف الحكم زي ما قلت، وفي كل الأحوال بأكد أنك لازم يكون معك صورة من الحكم عشان ترد على الأسباب. بتحرر صحيفة الاستئناف بتبتدي تكتب فيها بقى ايه بعد الدباجة، طبعا انه في يوم كذا كذا بناء على طلب فلان فلان الموكل بتاعك اللي بيستأنف الحكم اللي حكمه اول درجة صدر ضده، بتعلن الخصم الطرف الثاني، اعلنت فلان انا المحضر فلان فلان اعلنت كذا واعلنته بالاتي، بتتكلم بقى في الموضوع، بتبتدي تسرد ايه اللي حصل في دعوة اول درجة في سطرين ثلاثة كده، انك اقمت الدعوة رقم كذا وتداولت بالجلسات وتحدد لنظرة جلسة كذا وصدر فيها الحكم بكذا كذا، وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الطالب المستأنف فإنه يستأنفه الأسباب الآتية، وعندك مجموعة من الأسباب في الاستئناف هي كل أسباب الطعن حتى أمام محكمة النقض تتكلم فيها،
القصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع، الفساد في الاستدلال، كثير من الأسباب الموضوعية اللي بتتكلم فيها قدام محكمة الاستئناف، القصور في التسبيب، وبتتكلم فيه ان المحكمة قد تكون في حكمها لم تستند الى سبب صحيح من القانون لحكمها، وبتوضح ليه بناء على موضوع الدعوة اذا كان لديك مستند يرد او اذا كان عندك كلام ترد بيه حسب موضوع دعوات. وكمان الإخلال بحق الدفاع، انت طلبت طلبات قدام محكمة اول درجة، طلبات موضوعية، اذا المحكمة حققتها لك كانت هتغير وجه الرأي في الدعوة وتبقى الدعوة مقبولة والحكم يصدر صالحة، ولكن المحكمة التفتت عنها وتجاهلتها ولم تستجب الى طلباتك امام محكمة اول درجة، فبالتالي بتعيد طرح هذه الطلبات في صحيفة الاستئناف في بند الإخلال بحق الدفاع كسبب من أسباب الاستئناف، وتؤكد عليها أمام المحكمة الاستئنافية عشان تلبي طلباتك اللي هي هتبقى سبب في تغيير وجه الرأي في الدعوة وتخلي المحكمة الاستئنافية تعيد النظر في الدعوة والحكم لصالحك فيها إن شاء الله. الخطأ في تطبيق القانون ده سبب من أسباب الاستئناف، قد يكون الدعوة مرفوعة في موضوع معين ويحدث خطأ ما من المحكمة وتطبق على موضوع الدعوة نص قانون لا علاقة له بالدعوة، ده خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره، هو سبب أساسي كمان قدام محكمة النقض، لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع، وهنشرح بعد كده دورها إيه والأحكام محكمة النقض اللي الناس بيستندوا إليها في صحفهم وفي دعاواهم وفي صحيفة الاستئناف، بيستندوا إلى أحكام في وقائع أو في دعاوى مشابهة للدعوة المنظورة، هنقول قيمة دي إيه وهنتكلم في أحكام محكمة النقض. وأنا بقول وأكد لابد محضر الجلسة زي ما قلت قبل كده أو هقول في كبسولة قبل هتسمعوه، محضر الجلسة ده القانون بتاعك، محضر الجلسة ده الوثيقة بتاعتك، لازم تسجل فيه كل حاجة. ليه؟ عشان لو المحكمة أول درجة لم تستجب إلى طلباتك في محضر الجلسة اللي سبت في محضر الجلسة، من حقك في الاستئناف تعيد طرحها ويتلغي الحكم وتعيد تنفيذ طلباتك لتحكم موضوعا لصالحك في الدعوة، وده كتير جدا بيحصل، 90% من القضايا المدنية بيحصل فيها كده. ليه؟ ممكن يكون لقلة خبرة طرفي المعادلة. وكمان الفساد في الاستدلال، يعني قراءة الدعوة ان المحكمة قرت الدعوة بمفهوم غير مفهوم الدعوة خالص، وعلقت على دي كتير في محكمة النقض في العديد من احكام، علقت على الفساد في الاستدلال، وايضا محاكم الاستئناف علقت على في احكام عندي انا شخصيا علقت على الفساد في الاستدلال، وقالت ان محكمة قد بني حكم محكمة اول درجة على عدم فهم للواقع بنفس اللفظ، يعني المحكمة قرت الدعوة بمفهوم غير مفهوم الدعوة وغير معناها خالص، وبالتالي حكمها يصدر خطأ. وزي ما أنا بقول في الغالب كل هذه الأسباب هي بذاتها أسباب الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية. والاستئناف طبعا أنت بتخش في مرحلة تعتبر مرحلة إنهاء الدعوة، لأن الاستئناف هو مرحلة إنهاء الدعوة، بعد كده طريق الطعن بالنقض والتماس على النظر ده طريق طعن غير عادي ليكون الحكم بات، ولكن الحكم الاستئنافي هينفذ، يعني بيوقفش الطعن بالنقض، لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا صدر حكم مستعجل بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في النقض، أو إذا كان لديك شق مستعجل في النقض بتاعك ومحكمة النقض تطرقت له أو نظرت شق المستعجل وأصدرت حكم مؤقت بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في موضوع النقض. إنما أحكام محكمة النقض قصدي طعون النقض لا توقف التنفيذ. أعزائي، تحدثنا في عجالة عن الاستئناف ونشير عن طريقة والتأكيد على طريقة تحرير صحيفة الدعوة أول درجة وكذلك صحيفة الاستئناف التي ستبنى عليها
لان في صحيفة الاستئناف هترد على الطلبات اللي انت قلتها، هتأكد عليها الطلبات اللي قدام محكمة اول درجة، وهترد على الاسباب اللي اصدرت المحكمة حكمها عليها. وفي صحيفة الاستئناف بتطلب اولا في اللي سماع الحكم اولا، وانت بتكتب الطلبات الختامية في الاستئناف اولا بقبول هذا الاستئناف شكلا، ثانيا في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم كذا كذا اللي هو حكم محكمة اول درجة، والقضاء مجددا. بتطلب طلبين، يا اما القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة اول درجة، يا اما بتطلب الاعادة لمحكمة اول درجة لاعادة الفصل في الدعوة مجددا، ازارات المحكمة الاستئنافية لذلك مع الزام المدعى عليه او المستأنف عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، واذا كان هناك مجال للنفاذ يبقى مشمول بالنفاذ المعجل. اعزائي ارجو ان اكون قد وفقت في الرسالة السريعة عن الاستئناف وأهمية الاستئناف، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.